بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أحبائي الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم أخبار بلدنا. كل عام وأنتم بخير بمناسبة العام الهجري الجديد، أدخله الله علينا بالبركة والستر، ونسأل الله خير العام الجديد وخير ما فيه، واصرف عنا شره وشر ما فيه، واحفظنا من كل وباء وبلاء، واجعله علينا فواتح كل خير، وارزقنا وأهلنا وأحبتنا فيه كل الخير والصحة والعافية والسعادة والفرح، وكل عام وأنتم بخير. في الحقيقة النهاردة احنا في حلقة استثنائية، وإن شاء الله دي ختام الموسم الثاني لبرنامج أخبار بلدنا على قناة الصحة والجمال. الحلقة النهاردة مضمونها هي مشكلات مركز ومدينة العياط، اللي بتشرف كوني مواطن موجود في مركز ومدينة العياط. وأول ما اتكلمنا يا جماعة وقلنا البرنامج بيخص، وطبعا مركز ومدينة العياط له باع كبير وأساس فكرة البرنامج كانت هي مركز ومدينة العياط. طيب، زي ما اتكلمنا قبل كده وتعرفنا على مركز ومدينة العياط، ان مركز ومدينة العياط يعني مش عايزين نقول ان هو مهمش ولا زي المحافظة، انما يعني مركز ومدينة العياط بيضم 39 قرية غير الكفور والنجوع. فبالتالي هو محتاج مجهود كبير في حتة التنمية وحتة البنية التحتية. طيب، احنا يعني علشان الناس اللي بيقولوا احنا يعني انتم نسيتوا مركز العياط، لا احنا ما نسيناش مركز العياط، مركز العياط اساسي معانا في برنامج اخبار بلدنا من بدايه ما بدانا. طيب، انما يعني في الفتره الاخيره يا جماعه احنا جالنا اكتر من مشكله وجالنا اكتر من كلام في حته ان احنا عايزين نتكلم السياره ترجع للخلف. ايه اللي حصل في الفتره الاخيره في مركز ومدينه العياط؟ طيب، انا عندي اكتر من مشكله واكتر من موضوع حابين نتكلم فيه النهارده معاكم. يعني بدايه كده يعني جاء اكتر من كلام في حته الصرف الصحي في مركز ومدينه العياط. طيب، على حد معلوماتي مبدئيا هي المشكله الازليه في مركز ومدينه العياط هي مشكله الصرف الصحي. يعني احنا بنتكلم تقريبا في 15 20 سنه ولسه احنا ما انجزناش حاجه في موضوع الصرف الصحي. طيب، على حد معلوماتي ان الصرف الصحي في مركز ومدينه في مركز العياط في المدينه نفسها متوقف على جهد الكهرباء العالي، مش متوفر. انما انا حابب برضو اعرض لحضراتكم حاجه، يا ريت يا جماعه نعرض الفيديو بتاع الصرف. تمام، اذا كان الصرف الصحي لحد النهارده ما اشتغلش، طب ايه اللي انا شايفه ده؟ والمصلحة مين بيتم ده؟ يعني أنا بناشد اللواء أحمد راشد والنائب إبراهيم الشهابي في تدخل في حل مثل هذه المشكلات، وبرضه بناشد المهندس خيري أحمد مرسي رئيس مجلس ومدينة العياط. أنا عايز رد يا جماعة على اللي حضراتكم شايفينه ده. ده صرف في الشارع. ده صرف في الشارع زي ما حضراتكم كده شايفين. ريحة كريهة، أمراض، كل اللي أنت عايز تقوله قوله. ده بيتم لمصلحة مين؟ ده بيتم لمصلحة مين؟ الصرف مش شغال أو الصرف شغال، ده إيه؟ اللي أنا شايفه قدامي ده إيه؟ صرف في الشارع لمصلحة مين؟ حد يطلع يرد عليا. ده بيتم لمصلحة مين؟ إذا كان الصرف اشتغل فإيه ده؟ وإذا كان الصرف ما اشتغلش على حد المعلومات فبرضو ايه ده مبرره؟ ايه مبرره ان غرفة التفتيش اللي بيسموها بتصرف في الشارع على الاسفلت اللي لسه معمول ما كملش شهر؟ ده لمصلحة مين؟ وبيتم ده لمصلحة مين؟ ومين اللي عامل كده؟ والمية دي جاية منين؟ لما انت بتقول لي الصرف لسه ما اشتغلش او التجربة المبدئية بتاعة التشغيل فشلت، طب ده ايه؟
الناس بتوع مجلس المدينه انا عارف ان ده مشروع ما يخصكش، انما انت واجب عليك المتابعه، واجب عليك المتابعه. مين اللي بيشرف على متابعه المشروع؟ هو مجلس مدينه العياط. فين المتابعه لده؟ انت حضرتك اتدخلت في ده، عملت ايه؟ حضرتك كل يوم بتعدي على المنظر ده، ما شفتوش؟ محدش بلغك بيه؟ محدش قالك ان الصرف شغال في الشارع؟ ارجو التدخل في مثل هذه المشكله. وعايزين برضو نتكلم يا جماعه ان دي رسائل البرنامج اللي بتخص مركز ومدينه العياط، نرجو الاهتمام عشان صحه الناس وعشان الشكل العام. انتوا شايفين حضراتكم قدامكم اهي زباله بيتخللها ميه صرف، زباله بيتخللها ميه صرف من مشروع هو قائم بالفعل ولسه ما تمش التشغيل. طب ده ايه؟ يطلع حد بقى يرد عليا، يطلع حد يقول لي لا ده كذا، نعرف مبرره ايه، نعرف الناس مش شايفاه ليه. ده بالنسبة يا جماعة لموضوع الصرف الصحي في مدينة العياط. طيب تاني حاجة احنا برضو جالنا كلام كتير عليها هي مستشفى العياط، واتكلمنا كتير يا جماعة في موضوع مستشفى العياط. وعايزين نقول ان يعني في البداية خالص بنشكر القيادة السياسية الحكيمة في ادارتها لأزمة وجائحة كورونا، انما الوضع كان مختلف عندنا في العياط. ازاي كان مختلف عندنا في العياط؟ يعني احنا هنعرض حبة صور، مش الهدف منها حاجة، انما احنا على بوادر مرحلة تانية من جائحة كورونا. فارجوكم ارجوكم المنظر اللي حضراتكم هتشوفوه دلوقتي ده ياريت ما يتكررش، ياريت ما يتكررش. حتة ان البدل الوقائية والكلابزات والماسكات والحاجات اللي حضرتك يا دكتور هشام بتستخدمها في المستشفى دي المفروض ان هي في محرقة ليها. يعني انا مش في المجال الطبي ومش داخل المجال الطبي قوي، انما على حد معلوماتي برضو ان في محرقة عند حضرتك بتقوم بعدم الحاجة دي عشان ما تنقلش عدوى تانية. صور قدام حضراتكم من قدام مستشفى العياط، والصور واضحة من قدام مستشفى العياط، وصور مستشفى العياط موجود جوه الصور. كامل الشكر لجروب أخبار العياط والأستاذ أحمد كمال اللي مدنا بالصور. الصور قديمة، قديمة، إنما احنا هدفنا منها إيه؟ هدفنا إن ده ما يتكررش. هدفنا يا جماعة إن الحاجة دي ما تتكررش. يعني إيه؟ يعني ايه؟ الحاجة اللي انت بتستخدمها وانت داخل على مريض كورونا في العزل عند حضرتك تطلع ترميها بره في الشارع ازاي؟ انا مش عايز اخوض في تفاصيل، انما احنا واجب علينا التنبيه. قبل كده اتكلمنا في حق الدكتور هشام، الدكتور هشام راجل محترم وعلى خلق وشغال بالفعل، انما احنا بننبه بنقول يا ريت الحاجة دي ما تتكررش. شايفين يا جماعة المنظر؟ البدل اللي طقم التمريض وطقم الدكاتره بيدخل بيتعامل بيها عند مرضى الكورونا اللي هو المفروض بتنقل عدوى مرميه في الشارع. فين المحرقه؟ يعني برضو حد يطلع يرد عليا يبرر لي ايه اللي انا شايفه ده؟ يعني ده في عز الازمه، ده في عز الازمه وكانت رقابه من كل جهه. فين مكافحة العدوى عندك يا دكتور؟ فين فين الرقابة من مجلس ومدينة العياط على مستشفى العياط؟ حضرتك الزبالة دي انت حضرتك اللي بتشيلها. محدش قالك ان في البدل والماسكات والحاجة اللي الناس بتتعامل بيها جوه المستشفى مرمية بره. انا مش عايز اقول كلام يا جماعة، يعني انا عايز اقول الأطفال في مدينة العياط بياخدوا البدل دي، احنا في موسم الطيارات ده شغلنا واجب علينا ننبه. الأطفال بياخدوا البدل اللي مرمية قدام حضراتكم دي وبيعملوها طيارات. مشكلة أزلية. احنا ما بنقللش من قيمة حد. لما كان الدكتور هشام شغال طلعنا وقلنا
ألفين وسلام وتحية للدكتور هشام حقيقي، وما زلنا بنقول الدكتور هشام راجل على خلق وراجل شغال، إنما إحنا وجب علينا التنبيه، وجب علينا التنبيه في ظل بوادر مرحلة تانية لجائحة كورونا، مش عايزين المنظر ده ومش عايزين الشكل ده ومش عايزين الإهمال ده يتكرر عشان خاطر أهالينا وعشان خاطر أولادنا، في محرقة، في مكافحة عدوى، في طرق أكيد حضرتك بتتخلص منها من كل الحاجة دي، ده شغلك وانت أدرى بيه، إنما إحنا بنبين، بنوضح، بنحط سبوت على حاجة جايز حضرتك مش واخد بالك منها. فإحنا بنناشد دكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وبنناشد دكتور محمد منصور وكيل وزارة الصحة بالجيزة بالتدخل في مثل هذه المشكلات. برضو جالي أكتر من حاجة في حتة جهاز الإشعة المقطعية في مستشفى العياط، على حد معلوماتنا إن الجهاز قديم، الجهاز المفروض يتكهن، الجهاز بيتصين كل شهر وبيدفع له فلوس عشان يتصين كل شهر، طب ما تكهنه. كل الأجهزة اللي جت مع جهاز الإشعة المقطعية في مستشفى العياط سواء في الصف أو في أطفيح أو في البدرشين كله اتكهن، كله اتكهن لأن هو باع طويل. ليه إحنا مصرين على حتة إن إحنا لازم نصين؟ طب الجهاز بيعطل كتير، طب لمصلحة مين؟ وياريت نبص لموضوع التمريض، التمريض بيشتكي من الحوافز والنبطشيات بتجيله كل 3 شهور، المفروض بتتصرف كل شهر واحنا في أزمة. ياريت نبص بعين الرحمة للناس، ياريت نبص بعين الرحمة للناس. طيب ده بالنسبة لمستشفى العياط. خلينا نتكلم في حتة القمامة. مركز والدنة العياط مش مركز قليل، مش مركز قليل، اتعاقد يا فندم مع شركات زبالة، مع شركات قمامة، اتعاقد يا فندم شركات تشيل. انا شخصيا الصبح، انا شخصيا الصبح قدام بيتي شايف اللودر بتاع مدينة العياط بيحط تراب على الزبالة. باشمهندس خيري ارجوك انزل الشارع، انزل الشارع شوف الناس، مش هينفع قعدة المكاتب، انزل يا فندم شوف ده، انزل شوف ده ورد علينا، وتعاقد مع شركات عشان الريحة، عشان الشكل العام، عشان الأمراض، عشان الأوبئة. طيب نيجي لحتة تانية، يعني مناشدة، مناشدة بسبب يعني حالات الغرق اللي بتتم كتير قوي في العياط اليومين دول. احنا بنناشد وزارة الداخلية واللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة، عايزين وحدة إنقاذ نهري، وحدة إنقاذ سريعة داخل مركز ومدينة العياط. مناشدة للواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة، عايزين وحدة تدخل وإنقاذ سريعة في العياط علشان حالات الغرق اللي بدأت تتكرر كتير قوي، أو غلق السواحل في العياط متابعة، وده برضو دور مجلس المدينة، تابع يا فندم شوف الدنيا بيحصل فيها ايه، انزل الشارع، انزل الشارع شوف الدنيا فيها ايه. انا ما بتحملش على حد. دي كانت بعض المشكلات اللي جات لنا. برضو عايز اتكلم زي ما بنتكلم في ده، نتكلم في الجزء المضيء، الجزء المضيء في العياط، رجالة العياط، رجالة العياط. يعني انا جات لي دعوة كريمة من شباب قرية كفر الرفاعي، حقيقي حاجة مشرفة وحاجة مبهجة، يعني طلاب ما شاء الله، يعني كلهم ارقام جميلة جدا، مجاميع عالية جدا في ظل الازمة اللي كانوا فيها وتوقف الدراسة وده 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 والعواقب دي كلها، العقبات اللي كانت قدامهم ما شاء الله، حاجة مشرفة، حاجة مشرفة. بشكر الدعوة الكريمة اللي جات لي في تكريم طلبة أوائل الثانوية العامة في كفر الرفاعي، وعلى رأسهم طبعا جروب شباب كفر الرفاعي الحاج بسام، يعني القيمة والقامة الحاج بسام صديق والحاج نادر، واللي قائم على الحفل المهندس علاء سيد والأستاذ سالم محمد
والاستاذ محمد رمضان صاحب الدعوه الكريمه، وبتقدم بخالص الشكر للدكتور محمود سيد ابو زيد سفير النوايا الحسنه بالولايات المتحده الامريكيه. وهسيب حضراتكم مع التقرير بتاع الحفله، وان شاء الله القاكم بعد اجازه صغيره، وهنكمل الموسم التالي من اخبار بلدنا. احبائي الكرام، دمتم بخير، كان معكم سيد يوسف. الوضع قد تكون كلية من المستوى المتوسط في وجهة نظرنا،
الجمهوريه تقيم هذه الحزمه الحاكم عليها ليست هي المستقبل الباهي والواعي الذي يقوله القائد وبشيء بسيط وتوضيح بسيط. قد يلتحق القائد بكل احدى بلدان التربيه الاداب التجاره والحقوق ويتفوق فيها ويبدع فيها ويحقق مركزا متخطيا من خلال يتم تعيينه كمعيد داخل الجامعه. عليكم الالتزام التام داخل هذه حضور المحاضره، الاحترام الكامل لاعضاء السديس، المذاكره وبناء مستقبل حتى تحقق مركزا مرموقا ومتخطما داخل هذه الكامل من خلال المستقبل. لانه كما تفضل السيد اخي العزيز معالي الاستاذ السيد فانه لن تبنى هذه البلد الا بك. فكما تتواجد كل جهود القياده السياسيه لبناء البلد اقتصاديا والحفاظ عليها عسكريا وامنيا لابد ان يكون لنا ضبط. كيف ذلك؟ اشارك انا وحضراتكم كاباء واولياء امور في بناء هذا الوطن من خلال اعداد جيل طيب ذو مستقبل باهي يخدم الوطن ويخدم اهله ويخدم نفسه. جيل واعي مسلح بأخلاق عالية وبعلم، لأن هذه البلد لن ترتقي إلا بعلم. أكرر تهنئتي لأبنائي الطلاب وبناتي الطلبات الثانوية العامة متمنيا لهم دوام التفوق والنجاح، وأكرر شكري وجزيل العرفان لأخي الفاضل الذي توجه لي بهذه الدعوة الكريمة لدوام وصل هذه الكوكبة الجامعة، وجزاكم الله عنا كل الخير والتقدير. سلام الله عليكم. محمود سيد ابو زيد سفير النوايا الحسنه في الولايات المتحده الامريكيه جزاه الله عنا خير الجزاء وبارك الله فيه. الفضل الاول والاخير يا اخوانا يرجع للاب والام، والطالب يجتهد، فما ننساش الاباء والامهات لهم فضل كبير، والنبي صلى الله عليه وسلم حط على العلم والتعلم. أول آية نزلت في القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق، وكرر في التأكيد والتوكيد اقرأ وربك الأكرم. فالعلم والتعلم مطلوب في هذا الزمان. قل هذا ايه تمام تمام مش هتقوم ايه؟ لا وانا تمام؟ وارجع تاني واشوف هو سامع كويس خليها معايا. الاسئلة بقى يا جدع انجي انجي ما تسيبنيش في الاير بيزي انجي ماشي؟ السؤال ولا السؤال على طول، أول سؤال وخليك تبعها فيها دي بقى دي مش هتنفع خالص دي بقى دي مش هتنفع خالص لا من ورا بيضا. انت هتوقفيها ازاي؟ انا لازم اشاهد الورق والله العظيم عشان القسم بالله ما ينفع عشان شكلها واس بيضا عادي هعمل المره الجايه هعمل انا هعمل تعمل ايه؟ هعمل بتاع دي هعمل الورق ده انت لسه هتباع مره ده ب 5 جنيه لوحده فكره في الوقت بس قول يا استاذ هشام عادي عادي طب مرتك دي يا شهد بالله عليك الثانية يعني. أنا الأولى؟ لا لا لا, لا. لا.